صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه تعميم بشان عطله ذكرى عاشوراء لعام 1439 للهجره جاء فيه انه تعطل وزارات المملكه واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامه يومي السبت والاحد الموافقين للثلاثين من شهر سبتمبر والاول من شهر اكتوبر 2017 وحيث ان يوم السبت يقع ضمن عطله رسميه فيعوض عنه بيوم الاثنين الموافق للثاني من شهر اكتوبر القادم